كن إله لتوليد الأفكار، جملة مبالغ فيها شوية بس حقيقي مستاهلة إن أنت تفهم معناها. هاتلك حاجة تشربها وحاجة تقزقزها علشان تستوعب الموضوع اللي أنا عايزاك فيه النهاردة. ضيفنا النهاردة الفصل 11 من كتاب فكر كأنك أينشتاين للكاتب بيتر هولينز. ما تعليش سقف طموحك، أنا مش هقولك إنك هتبقى أينشتاين الصبح بعد الكتاب ده، بس على الأقل هيعرض لك أساليب مختلفة للتفكير تفتح لك مجال لتنفيذ أفكارك، يا إما بطرق جديدة أو بره الصندوق. كتاب كبير ومكلكع شوية وعميق، بس أنا اخترت فصل واحد من وجهة نظري هو أهم فصل. عنوان الفصل كن إله لتوليد الأفكار، بيعرض فيه كم نقطة تقدر تستخدمهم عشان تجدد من مستوى تفكيرك. وبدأوا بسؤال: فكر في 5 حلول لنسخة محسنة لمظلة لا كسر مع الرياح الشديدة، هل توصلت إليها؟ أستاذ بيتر مش من أولها امتحان، فأنا هشرح لكم النقط دي يمكن نلاقي حل سوا في الآخر. النقطة الأولى: الكمية قبل الجودة. بيقولك إنك لازم تطرح كل الأفكار اللي في دماغك، وإن إحنا بنمتلك في عقولنا عبقرية جبارة، بس إحنا اللي مش بنسمح لها إنها تطلع للنور. عشان كده ساعات لما بيكون في مشكلة بنتكسف نطرح حلول لمجرد بس إن حد ممكن يقول عليها حلول مش مناسبة أو غبية. أنت نفسك ممكن تقول كده بينك وبين نفسك: لا دي أفكار وحشة. حتى لو ده صح، بيقولك بقى إن الأفكار اللامنطقية دي بتعتبر سلم الوصول لحل المشكلة، وإنك لازم تتجاهل فكرة إطلاق الأحكام، تتقبل كل الآراء بدون اعتراض أو أمس، وإن أفضل وقت لتوليد الأفكار لما تكون كتير وزحمة في دماغك وصوتها عالي ومش متفلتر. كل اللي عليك إنك تاخد من كل فكرة حاجة واحدة تطلعك خطوة قدام، زي اللعبة تحاول تجمع 100 فكرة، لأن معظم الأحيان بتيجي أحسن الأفكار من أوحشها، كأنك بتصطاد، معاك طلق كتير هتجيب صيد كتير. وهنا بينقلنا بقى للنقطة التانية: كن غريبا، خليك غريب ومجنون وفكر بره الصندوق، بنسميها كرييتيف. وده اهميته انك ما تبقاش غارس في الافكار التقليديه، انت محتاج احيانا تفكر بسخافه كمان. نعم انا لسه ما خلصتش. بما اننا ناويين نبقى اينشتاين في التفكير، اتعامل مع المشكله كانها معادله. لو عندك سين وسين هي المشكله، وان في صاد وعين تاني هما اللي ممكن يحلوا معانا المشكله دي، ودماغك مش شايفه الا ده، طب ما في الف وب وجيم وت، ما تجرب معاهم يمكن الحل فيهم وانت مركز بس مع صاد وعين. بيقول لك حتى لو سين هتساوي صاد وعين فعلا هتتحل، بس هتلاقي ناس كتير بتفكر زيك، فحرر نفسك من القيود دي وشوف اي حروف تانية. لو فهمت انا بقول ايه ربنا معاك. نروح للنقطة التالتة: اسرع. بيقولك هنا بقى انك لازم تحط ديدلاين، وليكن مثلا 10 دقايق دايما وانت بتفكر، عشان يكون عندك الحافز انك تكتب افكار اكتر في وقت قليل. بيوضح هنا ويقول ان الانسان لما بيكون دايما قرب من الوقت النهائي بيوصل عقله لدرجة من اليقظة ما بنوصلهاش في العادي، لانك بتكون بتسابق عقارب الساعة. وراح ضرب لك مثل، بيقولك تخيل واحد حاطط لك بندقية في دماغك، تلاقي اجابتك بقت اسرع ومن غير فلاتر، ومن السهل جدا انك تقول كل اللي في بالك ككمية ومش مهم الجودة. استاذ بيتر هو ايه الامثله دي؟ الصفحه اللي بعد كده بتقول استخدم الابجديه. فاكرين اللعبه اللي كنا بنلعبها زمان، جماد حيوان نبات بنت ولد؟ شبهها كده، ابتدي بكل حرف ابجدي لايجاد فكره، مش لازم تبقى منطقيه، المهم ان الفكره تتعلق بهدفك الاساسي. طب لو غلب حماري وما لقيتش حل من كل الحروف؟ قالك خد من كل حرف في المشكله واعمل منه فكره. اللعبه اللي بعد كده تحت مسمى المسافه النفسيه. يعني ايه؟ لما بتسمع حد من صحابك او قريب منك بيحكي مشاكله في الشغل او حتى مشاكله العاطفيه، بتشوفها بسيطه صح؟ انت بتبقى عارف كويس هم عايزين ايه، حتى لو النقطه دي مش واضحه لهم. مش معنى كده ان انت ساحر يعني، بس الفكره كلها انك بتشوف الامور من زاويه تانية، ومشاعرهم هي اللي بتبقى مسيطره على فكرهم اللي بيكونوا منطقيين فيه. عشان كده بيقولك لما تتكلم مع حد تاني بيخلق حاجه اسمها المسافه النفسيه، اللي هو عن طريق الشخص التاني بيقولك حلول ممكن تكون بعيده عن نظرك، انك نفسيا مش عايز تشوف غير الحل اللي عندك. باختصار هو بيقولك اخلق المسافه دي بينك وبين نفسك، وشوف الموضوع من وجهه نظر شخص تاني علشان يزيد عندك الابداع في الفكر، تخلق افكار تانيه لنفسك. الحرمان الحسي، مش اللي في بالك انك قاعد حزين وزعلان عشان ما عندكش احساس وسنجل وبائس، الموضوع اكبر من كده بكتير. لما بتروح المنتجعات الصحيه في حاجه جميله قوي هناك، بيبقى في ميه بملح بتخليك تطفى على السطح كده وانت لابس سداده ودان زي عيون موسى كده. الهدف منها ايه بقى؟ انك تفصل كل حواسك لانها ما بتكونش شغال، لا شم ولا احساس ولا اي حاجه، المكان بيكون ضلمه وجسمك طافي فوق الميه. ليه بقى بينجح الموضوع ده؟ لان لما حواسك بتتفصل بيقل معاها الاحساس بالتوتر، وهرمونات السعاده بتبقى في السم. بعد كده عقلك بيدخل في حاله اسمها ثيتا، دي حاله خاصه بتشتغل قبل ما تنام واول ما تصحى، بتدخل كده في حاله من الحلم، بيكون عقلك صاحي نص نص. موجات ثيتا دي بقى بتعمل صور حيه وافكار ابداعيه اكتر بكتير عكس وانت دماغك صاحيه 100%، ودي طريقه مثبته علميا على كلام استاذ بيتر طبعا. طب لو احنا اخر الشهر وانا معيش فلوس يعني اعمل ايه؟ قالك ادخل اوضه تكون درجه حرارتها زي جسمك، هات معاك سدادتين ودان، غطي عينك، ما تعملش اي حاجه غير انك مستلقي على ظهرك تماما عشان توصل للحرمان الحسي، يعني تفصل كل حواسك. والله انا خاف اجربها نام، فجربوها انتوا قولوا لي والنبي.
اخر حاجه بقى تحته عنوان اسرق، انسى بقى اللي فات ده بقى افكار ابداعيه، بقى اسرق ما بدهاش خلاص. بهزر، انا عارفه ان في ناس هتصدق يعني. هو يقصد هنا ان الافكار الاصليه قليله جدا، وان كل الناس ممكن تقتبس من بعض عادي. وضرب هنا مثلا لو انت دخلت مثلا على جوجل عايز شركه توصيل، تلاقي شركه بتوصل ايس كريم، واحده سوبر ماركت، وواحده اكل اسيوي، بيقول لك ان فكره التوصيل كلها واحده، بس كل شركه ميزت نفسها بحاجه وكيفت الفكره على شركتها وبتحاول تتميز بحاجه علشان الناس تروح لها. فمش عيب خالص ان انت تقتبس من افكار الناس اللي حواليك، بس انت شوف هم ما عملوش ايه واعمله انت وطور منها لو ده هيخدم شغلك. افكركم بقى بالسؤال الاولاني اللي كان بيتكلم على المظله اللي بندور لها على 5 حلول علشان ما تتكسرش من الرياح الشديده. لو حد فهم ولقى حل للحظوره دي يبقى يقول لي. اشوفكم في حلقه جديده من حكايه كتاب بودكاست. باي.